أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن ملف الحديدة بعد عودة المواجهة إلى المدينة بالتزامن مع تحركات الأمم المتحدة وحديثها عن موافقة الأطراف على خطة إعادة الانتشار. غادر رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة مايكل لوليسغارد العاصمة صنعاء. مصادر محلية قالت إن لوليسغارد سيتجه إلى الرياض ومن ثم إلى عمان كي يطرح على الأطراف خطة معدلة لإعادة الانتشار. تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تجدد المعارك العنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي في مدينة الحديدة. قال مراسل بلقيس إن المعارك تدور قرب مطاحن البحر الأحمر وجولة الأقرع وعلى أطراف شارع الخمسين في الشمال الشرقي للمدينة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: إلى أين يتجه المشهد في الحديدة بعد عودة المواجهة إليها؟ وما هو مستقبل خطة إعادة الانتشار التي تحدث المبعوث الأممي في إحاطته عن بداية نجاحها؟ نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. أجواء الحرب تسود مدينة الحديدة مجدداً إثر اندلاع الاشتباكات العنيفة بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي، وذلك بعد ساعة فقط من تأكيدات للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بأن الطرفين اتفقا على تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق ستوكهولم بشأن التهدئة وإعادة الانتشار في الحديدة. الاشتباكات التي اندلعت فجر الثلاثاء واستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة ودارت بالقرب من مطاحن البحر الأحمر وجولة الأقرع وعلى أطراف شارع الخمسين في الشمال الشرقي لمدينة الحديدة، وأطلق فيها الحوثيون قذائف المدفعية باتجاه القوات الحكومية جنوب المدينة وسط تحليق مكثف للطيران في سماء الحديدة لم تشهده المدينة منذ سريان وقف إطلاق النار الهاش قبل أكثر من 4 أشهر. يأتي ذلك فيما تشهد مدينة الحديدة أزمة مياه في عدد من أحيائها جراء انقطاع امدادات هذه الخدمة الحيوية دون تفسيرات واضحة عن أسباب هذا الانقطاع. تطورات الحديدة تمضي بالاتجاه المعاكس لما أعلن عنه المبعوث الأممي خلال إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن، حينما أكد أن الطرفين المتقاتلين في الحديدة توصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق السويد، لكنه كان واقعياً في تقييمه لمجرى الأمور في اليمن حينما شدد على أن الحرب لا تظهر أي علامات على الانحسار. مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة محمد السعدي وفي مداخلة له أمام مجلس الأمن الدولي رد على غريفيث بأن لا تقدم تم إحرازه في تنفيذ اتفاق ستوكهولم بعد مضي أكثر من 4 أشهر، وعز السعدي ذلك إلى تهرب الحوثيين من استحقاقات السلام وممارستهم المزيد من التعنت والصلف واتباعهم تكتيك المماطلة لاستثمار معاناة الشعب اليمني، وذلك للحصول على مكاسب سياسية وعسكرية وتنفيذ مشروعهم السلالي الطائفي على حد ما جاء في مداخلة السفير السعدي. من جانبه شدد النائب صغير بن عزيز الذي يرأس جانب الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار خلال مداخلة له أمام مجلس النواب المنعقد حاليا في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت على أن لا حل مع جماعة الحوثي إلا بالحسم العسكري، وحذر من أن التأخير في استكمال تحرير الحديدة ستكون له عواقب وخيمة. وذهب بن عزيز إلى أبعد من ذلك بتأكيده أن عمل المبعوث الأممي مارتن غريفيث مخالف لاتفاق الحديدة وقرار مجلس الأمن رقم 2451. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا من مأرب الصحفي عبد الحفيظ الحطامي. أهلا بك سيد عبد الحفيظ. دعنا بداية، يعني هناك نتحدث عن أن هناك عودة للاشتباكات في الحديدة، ما أبرز المعلومات لديك حول تطورات الوضع الميداني هناك؟ نعم أخي الكريم، يعني بعد ساعات من إحاطة المبعوث الأممي لمجلس الأمن عبر دائرة تلفزيونية من عمان احتدمت المعارك في مدينة الحديدة وبالذات في المنطقة الشمالية الشرقية لمدينة الحديدة بالقرب من مطاحن البحر الأحمر شارع الخمسين إضافة إلى شارع صنعاء امتدادا كما خلف جامعة الحديدة وخلف أيضا حي الربطة الجنوبي، هذا في مدينة الحديدة إضافة إلى الاشتباكات التي اندلعت أيضا في المناطق الجبلية والفاجة في مديرية السحيتة، إضافة إلى القصف المدفعي العنيف التي شنته الميليشيات على مواقع الجيش وعلى المناطق السكنية الشرق مديرية الدريمي، إضافة إلى القصف الكثيف التي شنته من مفرق الحدين ومن مواقعها الشرقية لمدينة حيث
كل هذه المعارك يعني بحسب السكان تعتبر حرب شاملة تشنها الميليشيات، ما يؤكد طبعا رفض هذه الميليشيات لأي مبادرات وأي استحقاقات للسلام في محافظة الحديدة، والتي كانت تتطلع الأمم المتحدة وتتطلع أيضا الحكومة الشرعية إلى حل في هذه المدينة التي في هذه المحافظة التي إذا ما استمرت فيها الحرب فإنها ستكون حرب مفتوحة. طيب في هذا السياق يعني أين هي يعني ما هي المظاهر التي يستمر فيها يعني كما يفهم من كلامك أن الحوثيون يقومون بتعزيز وضعهم في المدينة، أين يحدث ذلك؟ حدث ذلك منذ 18 من ديسمبر العام المنصرم وحتى هذه اللحظة أخي الكريم زمنيا، يعني منذ بدء الاتفاقيات السويد ودعوات التهدئة توقفت العمليات العسكرية، هناك في المنطقة الشمالي تتدفق يوميا وليلا المدرعات والمدفعيات والتعزيزات، إضافة إلى تمكن الحوثيين من الحصول على الأسلحة النوعية عبر ميناء الحديدة والموانئ الثانوية التابعة لها تهريبا من عبر البحر الأحمر التي تأتيها من قبل إيران ومن قبل أجهزة دولية أخرى تحصل عليها الميليشيات، وبالتالي إضافة طبعا إلى التعزيزات من العناصر التي قدمت من حجة ومن صعدة ومن عمران ومن المناطق التي لا تزال تسيطر عليها، هناك معسكرات في سلسلة الجبال الغربية لمدينة الحديدة، وبالتالي تكون الميليشيات عززت الكثير من مواقعها وترسانتها العسكرية في داخل وخارج مدينة الحديدة، والتي ترى بأن هي المنفذ الوحيد بالنسبة لبقاء هذه الميليشيات على اعتبار أنها منفذ المال والتزود بالمال والسلاح. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا السيد الحطامي، أعود أو أرحب بمن ينضم إلينا من عمان المحلل السياسي السيد عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر، بالأمس يتحدث جريفيث على أنه ربما لم ينتهي العنف في الحديدة، لكن كما يقول أنه تقلص كثيرا والأمور مبشرة، هناك نجاح يتحدث عنه في سياق إحاطته بالأمس، كيف يعني واليوم تتجدد المواجهات كما تنقل الأخبار من هناك، وقال لنا ذلك السيد الحطامي، كيف تقرأ هذا الملف وهذا ما يمكن أن يقال عليه تناقض؟ مساء الخير وتحية للأخ الحطامي. الكلام المبعوث الأممي يعني كما عودناه فقط كلام متفائل جدا، والحقيقة أنه أصبح كلام زائف، يعني كلام بيحاول أن يزيف الحقائق. المبعوث الأممي لم نكن نعتقد بأنه سيسقط من هذه الدرجة، الإحاطة السابقة تحدث بأنه سيحدث تطبيق الاتفاق من المرحلة الأولى قال اليوم أو غدا، يعني حتى أنه حدد وألزم نفسه بفترة زمنية، واتضح بأنه كان كلام غير صحيح، لم يحدث هذا التطبيق لا ذلك اليوم ولا بعد أكثر من شهر الآن من إحاطة الأولى، لم يحدث أي تغيير على الأرض. الآن هو يقدم أيضا إحاطات دائما، إحاطات زائفة غير صحيحة، يتحدث عن إنجازات ليس لها أي وجود على الأرض، لم يتحقق أي إنجاز يمكن أن يحسب للمكتب المبعوث ولا للمبعوث، بمعنى أن مهمتهم هي مهمة فاشلة. حتى ما يسمى اتفاق السويد، ولم يحدث اتفاق السويد، هو حدث إعلان تم إجبار السعودية والإمارات من قبل أمريكا والدول الغربية على الالتزام به، وكان الهدف منه وقف حرب الحديدة، وقف المعارك في الحديدة، وهذا الأمر تحقق ليس لا بفضل المبعوث الأممي ولا بفضل أحد، بفضل أنه العالم الغربي والدول الغربية وضعت هذا الأمر كأنه عمل محظور حتى الساعة، يعني أوصلت رسالة للإمارات للسعودية بأن وقفوا معركة الحديدة لأنها أصبحت مشكلة إنسانية كبيرة، ومشكلة أصبحت مشكلة سياسية داخلية داخل المملكة المتحدة، داخل بريطانيا، الدول التي تزود السعودية والإمارات بالأسلحة، هذه الدول أصبحت لديها مشكلة داخلية، يعني قضية تصفية حسابات سياسية إلى جانب قضايا قانونية كثيرة، وبالتالي أجبروا الإمارات تحديدا التي هي تقود الهجوم في الحديدة على وقف العمليات، وتم صبغها وكأن هناك اتفاق، لم يحدث اتفاق في السويد،
حقيقة. الحوثي طبعا الطرف الآخر هو مستفيد من توقف العمليات والسربية. تم صياغة بيان فيها الكثير من الغموض، كل طرف حاول أن يفسره لمصلحته، لكن عمليا لن ينسحب الحوثيين. يعني من يتوهم بأن الحوثي سينسحب وبأن هناك ترتيبات لانسحاب الحوثي، مستحيل الحوثي ينسحب. لهم الأمر الذي يجبر على الانسحاب. لماذا ينسحب يعني؟ هذا سؤال بديهي. يعني كيف ينسحب من منطقة حيوية واستراتيجية دون أن يجبر على الانسحاب؟ يعني هذا كلام لا يمكن أن يكون منطقي أو معقول. ومن عودة إلى أداء المبعوث الأممي، يقول بأنه فشل في جميع الملفات. يعني ملف الأسرى الذي حل الله كثير، ملف مطار صنعاء، ملف تعز الذي أدرجت في إعلان السويد، ولم يتم حتى الخطوات الإجرائية. يعني في الحديدة على كان هناك خطوات إجرائية تم تشكيل لجنتين ومن السوق، لكن حتى في تعز لم تتخذ حتى إجراءات إجرائية شكلية. يقال بأن العملية في تحرك. القضايا الأخرى طبعا الأسراء مجمد الموضوع ولم يتم فيها أي إنجاز، قضية الرواتب، قضية المطرسنة، وبالتالي المبعوث الأممي وأداءه ومكتبه لا يعملوا شيء. فقط ميزانية ضخمة يجمع لنا بعض الشخصيات ويجتمع لنا كل مع فئة، يخترع لنا فئات النساء وفئات الانفصاليين الجنوبيين وفئات الحوثيين وفئات هذه الجماعة وغيرها من الاجتماعات وجعجعة، لكن دون طحين، دون أي نتيجة، دون أي عمل، أي تحرك للأمام. يعني حتى الآن منذ الحرب حتى الآن لم يحدث أي إنجاز واحد للأمم المتحدة. لم تنفذ أي اتفاقية أو أي تفاهمات، لا مع ولد الشيخ ولا مع جريفيث. وبالتالي الأداء الكلي لمكتب المبعوث الأممي ليس له أي نتيجة حتى الآن ملموسة، فقط ميزانيات كثيرة، مؤتمرات وندوات واجتماعات هنا وهناك يجمعوا لها نفس الأشخاص الذين جمعوهم من 2011، ومع إضافة أقاربهم الجدد الذين كبروا وبعض الشخصيات نفس الأسماء نفس يجمعوهم مرة في تونس ومرة في برلين ومرة في عمان ومرة في دول أخرى، ولكن كل هذا فقط لإظهار بأن هناك حركة خداع العالم، أخذ الميزانيات باسم الفقر والجوع في اليمن والكارثة الإنسانية. نعم. وهؤلاء الناس أصبحوا أشباه أسميهم أمراء حرب ناعمين، إلى جانب أمراء الحرب الخشنين الذين هم يستفيدون من دماء الناس في داخل الجبهات. هؤلاء أيضا يستفيدون من معاناة اليمنيين ومن كارثة اليمنيين بمؤتمرات وندوات وسفريات ووظائف كثيرة لا تفيد اليمن بشيء، بل قد يكونوا هم كونهم في هذا الوضع يريدوا أن يستمر هذا الوضع، أن يتبدد هذا الوضع، لأنه ليس لديهم مصلحة من توقف هذا الوضع. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا السيد المودع. أعود إلى ضيف الآخر السيد عبد الحفيظ الحطامي. السيد الحطامي، طيب في ظل كل ذلك كيف يمضي المشهد الإنساني في الحديدة في ظل هذه المواجهات؟ طبعا أخي الكريم، المشهد مأساوي وثالثي، ليس من هذه اللحظة، وإن كان في اللحظات أو الأيام الأشهر القليلة الماضية تفاقمت إلى حد كبير. لم يكن القتل يوميا في محافظة الحديدة منذ الاتفاقية قرابة 150 قتيلا، إضافة إلى 730 جريحا. هناك قرابة 45 مشردا نازحا من مديريات حيث، من مديريات السحيكة، من الجبلية، من بعض المناطق الاشتباكات في المدينة الحديدة، إضافة إلى تهالك الخدمات العامة للسكان. هناك حالات بائسة، هناك حالات تفشي للجوع، للمرض، توقف بعض الأعمال الإنسانية للمؤسسات الخيرية بعد أن أغلقتها الميليشيات، وبعد أن توقف أيضا عملية المرحلة الأولى المعنية بتدفق الإغاثة الإنسانية من ميناء الحديدة إلى المناطق المنكوبة في مديريات المحافظة أو في المحافظات التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات. ومن الغريب أن يتحدث جريفيث المندوب البعثة الأممية لليمن بأن المرحلة الثانية، أين المرحلة الأولى فيما يتعلق بالجانب الإنساني؟ أين المرحلة الأولى فيما يتعلق بالهدنة الإنسانية التي للأسف الشديد لا
لم تتوقف، المعركة مستمرة. صحيح أن المعارك التي تحتدم الجيش لم يتزحزح من مواقعه، ولم أيضا في المقابل أيضا الميليشيات لم تحقق أي تقدم في اتجاه مواقع الجيش، لكن هذه المعارك تؤثر طبعا على المواطن العادي. وبالتالي الحديث عن الجوانب الإنسانية جوانب أكثر كارثية، حيث أن ملف الحديدة أصلا بني على جانب إنساني، على تقارير إنسانية عن الوضع الإنساني المتدهور، عن الموت الذي يتربص في هذه المحافظة وقرابة 3 مليون نسمة. اليوم يحدث قتل وموت ورائحة الموت تنبعث من عديد من مناطق محافظة الحديدة، رائحة القراح، نعم سيد الحطاب، مخازن الغذاء العالمي وغيرها من المؤسسات والجماعات الصناعية توقفت الحركة التجارية. اليوم يتحدث شركات الملاحة التجارية في ميناء الحديدة والتجار عن عملية ابتزاز من مئات الملايين تذهب خارج الرسوم القانونية باتجاه مشرفي الأمن ومشرفي الميليشيات المحافظة. أشكرك إذن سيد عبد الحفيظ الحطامي الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من المأرب، وأرحب بمن ينضم إلينا إذن الصحفي بسيم الجناني. سيد الجناني، إذن بالمقارنة يعني الوضع في الحديدة قبل اتفاق ستوكهولم أو تفاهمات ستوكهولم إن صح التعبير، والآن كيف هو الوضع ميدانيا، كيف هو الوضع إنسانيا أيضا؟ سيد بسيم، إذن هناك إشكالية في وصول الصوت. أعود إلى السيد عبد الناصر المودع. سيد المودع، أنت تحدثت قبل قليل على مسألة تعاطي الأمم المتحدة في ملف الحديدة والاتفاقات هناك، لكن في سياق أن عضو لجنة إعادة الانتشار عن الوفد الحكومي صغير بن عزيز تحدث أمام البرلمان بأنه ليس هناك حل ناجع في التعامل مع الميليشيات إلا الحل العسكري، هل يعني يكشف هذا أيضا عن نوايا لدى الحكومة مخالفة لمسألة الوصول للسلام أم لا؟ من حقيقة هذه الحكومة هي ليس لديها، تقول حتى لو لديها نوايا لكن ليس لديها إرادة، وليست إرادتها بيدها. لهذا السبب فعلا يعني الكلام عن أي حل وسلام مع الحوثيين هو كلام يعني جافي للواقع. الحركة الحوثية حركة لم تبحث عن السلام وعن شراكة منذ تأسيسها وحتى الآن وستستمر. هذه حركة وجدت من أجل الحكم المنفرد والحكم الشمولي تحديدا يعني، والحكم الشمولي الديني. وبالتالي هذه حركة استبدادية بأفضل أنواع الاستبداد، الاستبداد الديني التقليدي والاستبداد الشمولي الحديث. هذه الحركة لا يمكن لها أن تكون جزء من عملية سياسية، هذه بديهية يعني، هذه تشبه القاعدة، تشبه داعش. أن تقبل داعش والقاعدة أن الحركة الحوثية ليس لديها استهداف للعالم الخارجي كما تعمل القاعدة وداعش، وبالتالي لم يصنفها العالم على أنها حركة إرهابية مثل هاتين الحركتين، ولكن عمليا هذه الحركة هي تشبه هذه الحركتين، وهي حركات خارج التاريخ لا يمكن أن تحكم إلا منفردات يعني، هذه يحكموا منفردين أو لا يحكموا. أما الحديث عن أنك تشاركهم وتشركهم، وكانت هي الجريمة الأولى الذي قاموا بها عبد الرب منصور والذي أتوا بعد 2011 أنهم أدخلوا هذه الحركة وتعاملوا معها، وكانها حركة هم أهدافهم كانت على أساس يقوموا هذه الحركة في الشمال ليضعفوا بها القوى الأخرى، فأتوا بها وأتوا بالحركة الانتصارية. لكن الجهتين هي حركات مدمرة يعني، لا يمكن أن تأتي بطرف لا يعترف بالدولة ويريد يفككها مثل الانتصارية، ولا تأتي بطرف لديه ميليشيا مسلحة لا يعترف بالنظام السياسي ولديه نظام بديل. هاتين الحركتين أو غيرهما أو أي حركة تشبههم لا يمكن أن تدخلهم في حوار وأن يصبحوا جزء من عملية سياسية. هذه الخدعة الأساسية التي هي الأساس وهي المشكلة الأصلية منذ 2011 إلى الآن، أنك أدخلت قوى لا تؤمن لا بالجمهورية اليمنية كدولة واحدة مثل الانفصاليين، ولا بنظام سياسي تعددي أو جمهوري أو سميه ما شئت لا تعترف بها الحركة الحوثية. طيب في ظل كل ذلك سيد المودع، يعني في إطار أو وضع كل ذلك في السياق، كيف يمكن أو ما الذي سنشهده في قادم
الأيام في سياق استمرار يعني مجهود أو استمرار تصريحات الأممية بهذا الشكل، على الأقل المبعوث الأممي بهذا الشكل، وكذلك استمرار أداء الحكومة الشرعية بالشكل الذي تراه، وأيضا طبيعة الحركة الحوثية الذي تحدث عنه الآن. يعني نحن من حالة العبث والفوضى في اليمن، لم يكون هناك أي عودة للدولة اليمنية، لأنه لم تتكون حتى الآن النواة الحقيقية، النواة الحقيقية لم توجد، النواة الفعلية، النواة لحكومة شرعية حقيقية تستمد شرعيتها إلا من الأسس القانونية، وهذه لم تعد يمتلكها عبد الرب منصور هادي وبالتالي كل الشرعية التي معه، أو الشرعية الإنجاز شرعية المشروع، يعني المشروع الدولة الحقيقية وليست المشروع الدولة التفكيكية حق عبد الرب منصور هذا التفكيك الجمهوري اليمني. وبالتالي حتى الآن لم توجد هذه النواة للدولة الذي من خلالها نقول أن هذه النواة تتسع يوم ورا يوم، ومن ثم سنقضي على الحركة الحوثية وعلى الانفصاليين وعلى كل من يهدد هذه الدولة. سيستمر العبث، سيستمر العبث الداخلي والعبث الخارجي، العبث الخارجي كان من دول الإقليم أو من الأمم المتحدة، سيستمر هذا العمل لأنه ليس هناك فعل على الأرض يؤسس أو هدفه إعادة تأسيس الدولة الجمهورية اليمنية. لهذا السبب كل هذه التصريحات كثيرة من مشكلة أصلية، الكل يتحاشى الالتفات للمشكلة الأصلية لأن له مصلحة من بقاء الوضع الراهن، أكانت هذه الأحزاب التي هي ضمن الحكومة التي تسمى شرعية، أو كان من الحوثي وغيره من أو من الحركات الانفصالية والجهوية هذه التي تكاثرت، وبالتالي الكل لا يريد أن يتحدث عن المشكلة الأصلية أن هناك انهيار الدولة اليمنية، انهيار المؤسسات الشرعية، ليس هناك من شرعية، وبالتالي لأنهم لا يريدون الدخول في هذا المعترك، لا يريدون الدخول في هذا الطريق، لأن هذا الطريق سيتناقض مع مصالح هذه الأحزاب، سيتناقض مع مصالح هذه السلطات التي هي سلطات متسلقة، سلطات لم يعد لها لا أساس شرعي، هي تتحدث عن المبادرة الخليجية، المبادرة الخليجية لها أسس تم نسبها من البداية، الشراكة والتوافق وغيرها وحكومة الوفاق وغيرها قد تم نسبها من فترة طويلة، المدة الزمنية للمبادرة الخليجية انتهت في عام 2014. كل هذا هذه الامور الان احنا نعيش حاله من الفوضى، وبالتالي هذه التفريعات الصغيره، اشكال هذا المندوب، اشكال مجلس الامن، وش تحدث هذا، وش هذه كلها تفريعات ليس لها صله بالمشكله الاصليه، وهي فقط تفريعات لهذا حاله الاهتراء الدوله وتفككها، وبالتالي سنستمر في هذه الحاله الى ما شاء الله لا نعرف متى. هل سنستمر هكذا لعقود؟ ربما نستمر لعقود، هذه ليست مفاجاه يعني على اليمنيين ان يقتلوا انفسهم او ان يعدوا انفسهم، لان الحركه تستمر لعقود، الصومال حتى الان منذ 29 سنه وهو يعيش حاله اللادوله وحاله التفكك، ربما احنا نعيش في اليمن فتره مثلها اطول او اقل، كل شيء وارد، يعني لا يستطيع احد ان يقول ان الزمن بذاته يحل المشاكل ان لم يكن هناك جهد حقيقي وفكرة حقيقية الناس يبنوا عليها، ومن ثم يوجد مشروع هذه الفكرة لفكرة استعادة الدولة، كل الأمور هذه ستستمر، وستستمر هذا حالة الفوضى، وستستمر هذه التدخلات الخارجية، وستتكاثر. يعني احنا لو لاحظ الآن أخي العزيز، لو عدنا سنتين أو ثلاث للوراء كان الوضع أفضل مما هو عليه الآن، الآن التدخل الخارجي أكثر، أطراف التدخل صارت كثيرة، الفوضى الداخلية صارت أكبر بكثير مما كانت عليه قبل سنتين وقبل ثلاث سنوات، وبالتالي نحن لا نتحرك للأمام، نحن نتحرك للخلف، يعني نحن نتحرك باتجاه تفكيك الدولة والمزيد من الفوضى والمزيد من العنف. يبدو المشهد سوداويا سيد المودع. إذا على كل حال أشكرك على تواجدك معنا في هذه الحلقة، المحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع من عمان، الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.